بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا 17 بمجموع الأشواط الذي خصص للبكار الإذاع المحليات الأصايل. انطلقت شعارات أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان باحثة عن نواميس هذا الشوط. مباشرة نتقدم مع الصدارة، ننطلق مع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة والمتقدمة على المركز الأول. أتابع صدارة هذا الشوط على المركز الأول، الناوي على المركز الأول. عبيد بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم ويقدم الناوي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، أتابع في ثاني المراكز القادمة، شذا سالم بن محمد بن حماد العفاري ينطلق على المركز الأول. الثاني، المركز الثالث، هذه اللي غيرت وانتقلت من الثالث إلى الثاني إلى المركز الأول، هذه سلمى سلطان بن سيف بن معضد المشغوني. المركز الرابع والخامس، شعار البيار قادم على ظهر تمام، والقادمة الرخامية بشعار سالم بن راشد بن غدير يتقدم على المركز الرابع والخامس. المركز السادس، هذه وصفة أحمد بن سعيد بن بروك الحميدي قادم مع وصفة على المركز السادس. سابع المراكز، مخايل محمد بن سعيد بن راشد آل حميد النيادي قادم من الصاروي. نتابع في هذه اللحظات الوصول والتقدم على المركز الثامن، القادم مصيحة عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري يتقدم على المركز الثامن. تاسع المراكز، تاسع الأسماء، وسام سالم بن سعيد بن كاسم المسافر يتقدم مع وسام، والقادمة الشاهينية على المركز العاشر سلطان بن الراعي بن خير الشامسي. هكذا هي النتيجة، ندان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظة مع انطلاقة شوط المحليات الأصايل الأبكار. شوطنا 17 استمرارية أشواط الإنتاج والمنتجين على أرضية ميدان المرموم. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هذه اللي ما سلمت سلمى بالصدارة، سلطان بن سيف بن معضد المشهوني يتقدم على المركز الأول. شذا 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 قادم مشهد سالم بن محمد بن حمادي العفاري ينطلق بن حمادي العفاري على المركز الثاني. المركز الثالث، الناوية عبيد بن سعيد بن علي الزرعي. المركز الرابع والخامس، شعار سالم بن راشد بن غدير الكتبي يقدم الرخامية وتمام مع الألف والمئتين. نتابع مصيحة القادمة، القطاع الجنوبي، المصانع الجنوبية والإنتاج، عبد الله بن عبيد بن الحلوس العامري القادم في هذه اللحظات مع انطلاقة مصيحة، والقادم بن بروك مع وصفة في هذه اللحظات سعيد أحمد بن سعيد بن بروك. وصلت في هذه اللحظات وسام، وسام القادمة، وسام سالم بن سعيد بن كاسب المسافري وصل مع وسام. ما شاء الله، ها هي وسام، وسام تنتقل من موقع إلى موقع، غارت على الصدارة، غارت على المقدمة، غارت على الشوط. وسام، وسام، وسام تحمل هذا الشعار، تبغي وسام هذا الشوط على المركز الأول. وسام، وسام بن كاسب بن غدير ومرغم القادمة على المركز الثاني، هذه اللي واصلة على المركز الثاني. الرخامية، الرخامية لسالم بن راشد بن غدير
الشهير القادم على المركز الثاني وشام والرخامية، وشام والرخامية، ولكن غيرها لمرغم في هذه اللحظات مع انطلاقة الرخامية يبغون النقطة الثالثة. أهالي مرغم مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي في أشواط الانتاج والمنتجين بدأ الدعم من تمام بشعر سالم بن راشد بن غدير. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس للمرة الثالثة على التوالي لسالم بن راشد بن غدير الكتبي على فوز الرخامية. وتمام وتمام تتم المسار مع الرخامية المركز الثالث، وشام لسالم بن سعيد بن كاسب لمسافر المركز الرابع، مصيحة لعبد الله بن عبيد بن حلوس المركز الخامس. هذه شمايل لعمر بن مبارك بن راشد بن الجافلة الحميري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني لحظات وصول الرخامية خاطفة شوطنا السابع عشر، 6:23:1. تهانينا والناموس لسالم بن رايد بن غدير المركز الثاني، كذلك شعار سالم بن رايد بن غدير مع تمام بنفس التوقيت في هذه اللحظات 6:23:1. المركز الثالث وسام لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري. نتابع التوقيت في هذه اللحظات مع شعار وسام 6:23:7 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.